أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية دائما بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية، لنبدأ من الوطن التي عنونت: الجيش يرد على خروقات خفض التصعيد، مهلة إخراج الدواعش من درعا انتهت، وقرار الدولة بإعادة الأمن لكامل المنطقة محسوم. كذلك كتبت: التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار 18 في منتصف أيلول، عرنوس تسهيل الإجراءات المتعلقة بطلبات المستثمرين. ومن الوطن إلى الثورة التي كتبت لليوم: مسؤول حزب الله في البقاع، حادث خلدة ارتكبه مجرمون سينالون عقابهم. كذلك كتبت روحاني: التوصل إلى توافق في مفاوضات فيينا ليس بعيد المنال. أما عربيا اخترنا لكم الشروق التونسية التي كتبت: برلماني ليبي يكشف، دواعش ليبيون يدربون إرهابيين تونسيين. كذلك كتبت: بعد انتشار متحور دلتا قيود صارمة تفرضها الصين. وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست: نمو قطاع الصناعات التحويلية في أمريكا يتباطأ في يوليو. وذا نيويورك تايمز عنونت اليوم: فاوتشي يكشف عن أزمة جديدة في أمريكا بسبب كورونا. أما الجارديان فكان عنوانها العريض: بريطانيا تواجه اتهامات بتعمد ترحيل أكبر عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي. وأخيرا لموند الفرنسية: الاتحاد الأوروبي ينجد تركيا في كارثة الحرائق. ومن السياسة إلى الرياضة وملاعبها، حيث عنونت صحيفة ماركا لليوم: هازارد أفضل من أي وقت مضى. ولابورتا يؤكد من جديد: ميسي يريد البقاء في برشلونة. أما كوريلي ديلو سبورت فقد كتبت لليوم: من سيعوض فشل انتقال جراند تشاكا إلى روما؟ وكيلينكي: العلاقة بيني وبين جوفونتوس تتجاوز كل شيء. تحركات ومخططات مرفوضة، عنوان مقال نشرته صحيفة تشرين المحلية وجاء فيه: تقوم ميليشيا قسد عبر ذراعها السياسي ومن خلال تحركات الأخير في الأوساط الدولية بحملة علاقات دولية عامة بهدف كسب مزيدا من رضا الأطراف الدولية ومحاولة تسويق نفسها كسلطة أمر واقع. خطوة لا يمكن النظر إليها إلا بعين الشك والريبة، فهي تغريد خارج السرب الوطني السوري يسعى إلى الاتكاء على أطراف دولية في سبيل تمرير أجندات مرفوضة جملة وتفصيلا، ولم يكن لها أن تكون لولا وجود الاحتلال الأمريكي الذي يعد أصل البلاء وراء كل مخططات مشبوهة هدفها النيل من وحدة سوريا وسيادتها ونسيجها المجتمعي الذي تميزت به عبر قرون. وتابع الكاتب: ما نريد الإشارة إليه بأن تحركات قسد ودعواتها وإن كانت مغلفة بصيغة سورية فهي ضمن هدف ضمني يسعى لترسيخ حالة أمر واقع. والدولة السورية أعلنت عن موقفها الرافض لأي مشروع يندرج تحت ما تحاول ميليشيا قسد تسويقه، كما وحذرت سوريا مرارا وتكرارا كل من تسول له نفسه النيل من وحدة الأرض والشعب تحت أي عنوان، وأكدت أن طرح تصورات أو خطط تمس وحدة الأراضي السورية وتتناقض مع الدستور والمفاهيم الوطنية والقرارات الدولية مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا قيمة لها أي قانونيا ودوليا، بل هي بمثابة عمل داعم إضافي للإرهاب يصب في خانة إضعاف سوريا وإطالة أمد الأزمة فيها ونقطة على السطر. قالت صحافة العدو، كشفت صحيفة هارتس الصهيونية أن إسرائيل تسعى لأن تكون قوة عظمى عبر نقل وتخزين النفط عبر خط أنبوب دولي، لكن صواريخ غزة تشكل مخاوف أمنية أمام هذا المشروع. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطر الأمني الذي يهدد هذا المشروع هو صواريخ غزة التي استهدفت منشأة النفط في عسقلان خلال الحرب الأخيرة، حيث أن المقاومة في القطاع تتخذ منشآت البنى التحتية أهدافا استراتيجية، كما أن
تسقف الطافية لصهاريج الوقود تحولها إلى هدف قابل للإصابة. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان أخطاء تعوق محاولات إنقاص الوزن. وفي تفاصيل تغريدتنا لليوم، يعتقد الكثير من الأشخاص أن التقليل من تناول الطعام وأداء التمارين الرياضية كافيان بشكل كبير لإنقاص الوزن، وهو الأمر الذي نفته التغريدة. فهناك أخطاء شائعة لا يلتفت إليها الكثيرون قد تعوق محاولات التخلص من السمنة، وهي سوء الخيارات الغذائية. فالهدف ليس زيادة إحساس الجسم بالجوع، ولكن باختيار أطعمة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة وفقيرة للدهون الضارة. ممارسة التمارين بشكل مفرط، فالإفراط في ممارسة الرياضة يتسبب في فقدان جسمك لطاقته، عدم الحصول على قدر كاف من النوم، إذ يجب أن تنام يوميا لفترة تتراوح ما بين 7 إلى 9 ساعات، قياس وزنك باستمرار، وأخيرا عدم الاستعانة بأصدقائك ومحبيك، فأنت تحتاج إلى دعم من حولك حيث يمكنهم مساعدتك على البقاء على المسار الصحيح. عجوز ألماني أمام القضاء والتهمة إخفاء دبابة بمنزله، عنوان خبرنا لليوم في فقرة الصفحة الأخيرة، وجاء فيه: يخوض متقاعد ألماني نزاعا قانونيا بعد أن عثرت الشرطة على دبابة بانثر من الحرب العالمية الثانية ومدفع مضاد للطائرات وتوربيد في قبو منزله، حيث تم اكتشاف الأسلحة في الطابق السفلي بمنزله. بمنزل المتقاعد يتم إبلاغ السلطات المحلية بمحتوياته التي فوجئت بالعثور على أعمال فنية أيضا تعود إلى الحقبة النازية. كلفت عملية رفع الأسلحة مجهود 20 جنديا لمدة 9 ساعات، حيث قاموا برفع مجموعة من المعدات العسكرية من منزل الرجل، كما عثر أيضا على تمثال لمحارب يحمل سيفا بيده الممدودة. وبدأ الجدل حول انتهاك جامع الأسلحة الألماني قانون مراقبة أسلحة الحرب الألمانية، إذ يقول الدفاع بأن الأسلحة لم تعد تعمل وبالتالي لا تنتهك هذا التشريع. في المقابل يعترض المدعون العامون على تفسير الدفاع، فهم يرون بأنه لا يزال من الممكن استخدام تلك الأسلحة، ومن المقرر أن ينتهي النظر في القضية في نهاية أغسطس 2021. وبحسب ما يقول محامي العجوز الألماني، فإن متحفا أمريكيا يريد شراء دبابة بانثر التي تعود إلى حقبة الحرب، مع اهتمام هواة جميع الأسلحة أو جمع الأسلحة ب70 بندقية هجومية والعديد من المسدسات التي يملكها المتهم. إلى ريشة رسامي الكاريكاتير. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم. لقاؤنا يتجدد غدا، كونوا على الموعد.